السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين اخوتي؟ بخير، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى ما يرام. اظن انكم على علم بدوك الدراري هذوك ولاد الجديده خوت بجوج بهم ساكن، اللي اتهموهم انهم قتلوا واحد السيد في الحومه ديالهم، مشاو يسلموا راسهم قبيله مساكن للامن حيت كانوا هاربين، ماشي هاربين على حسب انهم هما ارتكبوا جريمه وهاربين. وقبل ما نكمل الموضوع ديالي اخوتي، انا اول مره في حياتي القلب ديالي كيتهز لهاد جوج ديال الخوت هادو، هاد الدراري ولاد الجديده. قلبي كيقول بانهم هما مظلومين، ابرياء هاد الدراري هادو. وكنتمنى من السي الحموشي الى سمع الرساله ديالي والامن يتعاملوا معاهم تعامل لابق، لان هذاك السيد اللي مات راه طاح من السطح، ماشي هما اللي قتلوه. اون بليس دوس هاد الدراري هادو كيخدموا على راسهم وعندهم عائله، وكنتمنى انهم يكونوا ابرياء. وانا يعني على يعني على يقين، على يقين ان هاد الدراري هادو بجوج بهم مساكن ابرياء. ما بغيتش جوج د الخوت يمشيو مساكن، يمشيو كي كنقولوا حنايا في الكاشو، يدخلوا للحبس ويتكرفصوا. الاخر عنده المراه حامله، والاخر كيخدم على راسو كيشري المو الدوا، كيخدم على مو. وهذاك مات الله يرحمه، لان كيعاودوا الناس عليه، الله يرحمه في هذا النهار، الا رحموه في عائلو كيعاودوا عليه الناس انه هو صليب، كيتناول الخمر والقرقوبي وكيديروا نجي عباد الله. وهاد جوج د الدراري خدامين، حيت المجرم ما عمرو كيبكي، ما كيبكيش المجرم، ما عندوش القلب. هاد جوج دراري قطعوا لي القلب ديالي، كيبكيو مساكن. اللي خص يعرفوا الناس كلهم ان هاد جوج دراري هاد الخوت مساكن ما كانوش هاربين من العداله، كانوا هاربين حيت الاخرين كانوا مهددينهم ديك العصابه باش يصفيوهم، لان هادوك عصابه مجرمون ما عندهم ما يدار، القرقوبي والخمر، وكيديروا نجيو عباد الله. وقال لك معروفين تماك، كاينين الشهود، الدليل المادي كاين. الا كان شي واحد غير صالح وكيتعدى على الناس، وشي نهار طاح مثلا في شي مشكل وطاح من السطح، ولا بار اكزومبل هو كان يعني مقرقب وجا كيضرب شي واحد بجنوي، ولا اخر دافع على راسو ومات هذاك السيد، هذاك تهنات منه الدوله حيت هو كيشكل خطر على الامن القومي. خص هذاك السيد هذاك يخففوا عليه في الحكم، حيت ماشي قتل متعمد، ما قتلوش عمدا بار اكزومبل. عطيت غير مثال، حيت هذاك السيد ديجا سالوبار، هو معروف كيديروا نجي الناس، كيسرق الحوانت، كيضرب عباد الله، كيتكرفس على العيالات. جا واحد جوج دراري خوت هما ناس صالحين كيخدموا على راسهم، جات عصابه حرقت لهم الحانوت وتكرفسات عليهم وتكرفسات على خوه، وسمح في حانوته، جا هو عند خوه يعاون معاه، وقعت الروينه تماك. السيد طاح من السطح، لصقوا فيه التهمه، هو انت اللي قتلتيه، خص الدليل المادي. راونا الدليل المادي ان هذا السيد هذا هو اللي قتلو، علاش حنا نطرقوا عليه، نديوه بار اكزومبل نحاكموه ونديوه للحبس؟ هو مازال يعني مازال ما تحكم، ما كاين حتى شي حاجه. سي بورسولا اناشد، يعني اناشد السي الحموشي الله يجازيه بخير والقضاء باش يشوفوا في هذا الدوسي ديال الدراري هادو مساكن، باش ما نخرجوش عليهم، لان داك السيد هذاك اللي مات كان ظالم بار اكزومبل، هو معروف القرقوبي الخمر كيتعدى على الناس، هادو ناس صالحون. هذاك مات الله يرحمه، علاش هادو يدخلوا للحبس؟ نخربوا عائله، نخرجوا على عائله. المشكل اللي كاين في الاحياء الشعبيه ان الناس ما كيرضاوش الدراري ولاد الاحياء الشعبيه، ملي كيكون شي واحد كلوشار وكيجي كيبقى يهددهم كيردوا لقلبهم، وفي التالي ما كيرضاوش، كيقول لك ما يمكنش تسمح في حقي ودي لي حقي. كيكون الاخر مقرقب كيجي كيهجم عليه، مثلا هو كيبيع الخضره، الاخر كيعيا يصبر، كيجي ديما كيغريسيه كيعيا يصبر، شي نهار كيجيه في نهار وكيكون عنده جنويه كيدافع على شرفه وعلى راسه، الاخر كيموت والاخر لا، ولكن لا راه الاخر هو اللي كيتعدى عليه ديما ديما، يعني ومعروف بار اكزومبل، هو كيكون معروف عند البوليس داك السيد، حيت البوليس عندنا في المغرب راهم قرابين من المواطن. راه كبرت انا في المغرب، البوليسي كيقصر معاك، حنا عندنا البوليس ولاد الناس الله يعمر، هذا كيتهاود معاك، يقصر معاك، يعرفك انسان صالح، يتقهوى معاك. البوليس في اوروبا راه ما كيتقهواش مع مواطن ما كيعرفوش، ولا مواطن ما عندهمش داك الشيء هنا باش يعرفوا هذه القضيه. حنا عندنا في المغرب البوليسي قريب منك بحال خوك، البوليس كيجيو للسويق راه كيشوفوا اللي كلوشار، اللي مقرقب، اللي داير، اللي فاعل. سافودير كنتمنى انا من الله وكنتمنى من البوليس يشهدوا مع هاد الدراري، يشهدوا غير داك الشيء اللي يشهدوا بالحق، حيت دوك حيت البوليس اللي في داك الكارتي في الجديده فين وقع هاد الجرم هذا، راه يكونوا كيعرفوا هاد السيد هذا اللي قتل، يكونوا كيعرفوه. انا نكون بوليسي نمشي نشهد مع الدراري في المحكمه، نقول هاد السيد عنده تاريخ اسود، عنده الدوسي ديالو موسخ، هاد السيد ديما كيتعدى على الناس.
ربما هادو يعني فقدوا الاعصاب ديالهم وقع لهم معاه مشكل وكذا، ولكن لحد الان مازال ما عندناش دليل مادي بانه هما اللي قتلوه باغ اكزومبل، هما كيقولوا طاح من السطح. ولكن غير كنشرح لكم يعني كيفاش التعامل يعني في المغرب، كيفاش كيتم يعني البوليس كيفاش كيتعاملوا في السويقه، هادشي هذا راه عشتو كنشوفو انايا. باش تفهموني مزيان اخوتي المغاربه ونفسر لكم مزيان ونوضح لكم، هنا في اوروبا منين كيجي شي كلوشار من المغرب كيحرق مثلا وكيدخل لاوروبا، دوز مثلا سيان ديلانكون كي كيقولوا لي فرونسي، كان في المغرب كيجريسي في الطوبيسات والشفار وكذا وما يعقلش عليك، ما فيش الرحمه، ما عندوش الرحمه في قلبه، كيدخل هنا لاوروبا كي كيحط رجليه في اوروبا كيتدريسا، حيت هنايا لا ديسيبلين ما يعقلوش عليك هنايا. اول حاجه شنو كيديروا لك هنا في اوروبا؟ كيعاودوا لك كيديروا لك الروسيكلاج، صافي دير شنو كيصيفطوك ديزاسوسياسيون كتقرا، خصك بعدا تقرا وتوعى وتعرف لا لوا ديال هنا ديال اوروبا الدوله فين كتسكن، فرنسا ولا الطاليان ولا لونغلوتير ولا، كيبداو لك هنا بعدا بالعلم تقرا تقف راسك. هذا هو المشكل اللي كيوقعوا فيه في المغرب، ان كيوقعوا بزاف ديال الجرائم وكيوقعوا مشاكل في المغرب، وغير ما بين الفقراء كيدابزوا بعضياتهم غير الفقراء، وماشي كيقتل شي مثلا غير الفقراء. علاش؟ حيت ما كاينش الوعي، الانسان ما واعيش، قلت لكم ما كاينينش ديزاسوسياسيون في قلب الاحياء الشعبيه، ديزورغانيزم خص يديروهم يقريو الناس يوعيوهم كدا، يمشيو باغ اكزومبل يشوفوهم عن قرب يتذكروا معاهم يحلوا المشاكل الشباب. هيئه المجتمع المدني اللي الناس كيديروا هما الناس كيخدموا في ليزورغانيزم ليزاسوسياسيون كما هنا في اوروبا. حيت علاش الكلوشار كيجي لهنا لاوروبا كيتدريسا كيولي ديسيبليني، حيت كيسيفطوه يقرا كيقولوا له الا وقع لك مشكل وتقيد في الدوسي ديالك ما غاتاخذش الاوراق، يعني كيكون مهدد بهاد القضيه هادي، كيفكر في العواقب لي كونسيكونس. علاش ديما كنصح انا الشباب، كنصح الدراري كنقول لهم خصكم ديما تبعدوا من المشاكل، سخوني الراس كتولي بالبروده في التالي، الا جا شي واحد تعدى عليك حاول ما امكن كاع تيفيتي داك، تبدل كاع ديك البلاصه هذيك دير مناقص كاع منها، اللهم نبدل البلاصه ولا غادي ب 15 عام ديال الحبس. هاد الدراري باقيين جون مساكن، الا دخلوهم للحبس غيضيعوا يعني حياتهم، غيفنيوها في الحبس، مشى شبابهم وما غي يعني ولادهم غيخلقوا ما غيشوفوش حتى ولادهم يعيشوا مع ولادهم، غيدوزوها مساكن اللي غيغلي باغو الحبس في لاكاج. خص بنادم يعني ديما يترزن، ما عمر الانسان يعني الراس ديالو يسخن، حيت كتولي في التالي بالبروده. وبغيت نشرح لكم واحد الامر اخوتي المغاربه باش تعرفوا علاش هاد المشاكل كيوقعوا غير في الاحياء الشعبيه ما كيوقعوش في الاحياء الراقيه. واش مثلا غنمشيو حنا لحي الرياض عند واحد مثلا كي كنقولوا حنا في المغرب ولد بوتي جيرفي مثلا، واحد اللي قاري وهذا وقاري باغ اكزومبل جو سي با في كندا ولا في فرنسا، ولا قاري يعني في شي معهد مثلا في الرباط، ولا قاري بالفلوس باغ اكزومبل في شي كول بريفي، وساكن مثلا في بافيون ولا في فيلا ولا، كيكون انسان راقي، واش كيكونوا داك المشاكل هكا في الاحياء؟ قضيه اخرى بغيت نقولها لكم اخوتي المغاربه، ان في اي حي شعبي كتلقى شي واحد سميتو رومبو كيكون هو مسيطر على داك الحي، كيكون هو يعني كيتقرقب سكيري حشيشي ضرب الحبس، مجمع فيه جميع الصفات ديال فيسيو شرير، ولد الحرام وما في قلبوش الرحمه، وكيتكرفس على بنات الناس، كيتكرفس على ولاد الناس، كيجي عند مول الحانوت كيقول له اعطيني 10 دراهم كيعطيها له صحه، الا ما بغاش يعطيها له يقدر يسكاجي له يعني يقدر يسرق له الحانوت، يقدر باريكزومبل يحرق له الحانوت، حيت هو ما كيخافش من الله ما في قلبوش الرحمه، وكيكون معروف هو عند المره وعند البوليس كيدوزو كيشوفوه، ولكن ما عندهمش يعني البوليس ما يقدروش يلقيو عليه القبض، حيت هو ديجا ضرب الحبس بشحال من مره، وكيقول لهم انا راه عفا الله الشاف، انا راه عفا الله، راه ما كندير والو. صافي واخا كيمشي مول الحانوت يشكي مثلا البوليسي ولا كذا، كيقول له راه جا البارح وراه دا مني الفلوس وهددني وكذا، كيقول له البوليسي شحال دا منك؟ 10 دراهم. صافي ماشي مشكل هكا 10 دراهم غير خليه تنشوفو حتى تجيبو له سيبل، غير خليه رحنا مراقبينو حتى تجيبو له سيبل. البوليس راه كيراقبوه كيحطيوه، ولكن ملي كيوقع الجرم ميمكنش البوليس غادي يديروا له كي كنقولوا حنا غيوقفوا في جنبه، غادي البوليس غادي يديروا له براسلي في الرجل ديالو، يديروا لابليكاسيون في البورتابل يبقاو مراقبينو، غير هو راه كاين بزاف ديال المشاكل في السويقات والاحياء الشعبيه. هذاك السيد هذاك كيقول لهم ديما انا عفا الله ما كندير والو، كيدوزو كيلقاوه جالس في الكرسي، كيلقاوه جالس في القهوه كذا، كيقولوا راه المهم راه مكالمي، راه كيشوفوه مراقبينو البوليس. فواحد اللحظه تبم، اما البوليس كيكونوا مثلا في شي دوريه بعيده ليه ولا في شي حومه، ولا كيكونوا في السويقه في جهه في شي بلاصه اخرى، ولا ما نعرف، كيجي هو مقرق في واحد اللحظه، كيجي سكران كيتلاقى مع الاول تما في السويقه، كيوقع له معاه مشكل، كيجبد شوي كيضربو،
يعني سي تروطار ديك الساعه البوليس كيجيو كيجريو كيلقاو المشكل وقع جريمه وقعت. المهم اخوتي المغاربه كنتمنى ان هاد الدراري هادو هاد جوج الخوت هاد الدراري ولاد الجديده يخرجوا ان شاء الله براءه، لانهم عندهم عائله هزينها مساكن، واحد في داك الخوت بجوج عنده المراه حامله. كنتمنى من الله انهم يخرجوا براءه حيت ما داروا لا بيديهم لا برجليهم. هذاك السيد هذاك ديجا راه كيتعدى عليهم ديما وهما كيخدموا على راسهم في السويقه، وكاينين الشهود كاينين الشهود بان هذاك السيد هذاك اللي مات الله يرحمه الا رحموه في عائلته قال لك بان هو راه كيجي مقرقب وسكران، وديجا وقع لهم شنآن معاه اصحاب الحوان تماك، يعني كيجي كيتعدى عليهم. وزايد على هذا الشيء من فوق هذا الشيء كله انه هو طاح من السطح، ما عندهمش دليل مادي حاليا ان هاد الدراري هادو اللي قتلوه صافي دي هادوك صحابو اللي معاه العصابه غيشهدوا ضد الدراري. حنا ما غنديوش على الكلام، راونا شي فيديو موثق ولا عطيونا شي تصاور باري اكزومبل كوم كوا هما شانقين عليه لحوه من السطح. كنتمنى خوتي المغاربه الرساله ديالي توصل ويرحموا هاد الدراري هادو ويرافعوا عليهم مساكن هاد جوج الخوت، لانهم بين فيهم ابرياء، لان كيبكيو مساكن بحال الوليات. الانسان ملي كيبدا يبكي بحال الوليه الا وراه مظلوم. كنتمنى لكم نهار سعيد الى حلقه قادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم.